زي ما انت شايف كده الاداء طبعا رائع، في ثقه، في خبره كبيره، في تناغم كبير جدا ما بين المدرب او المدير الفني كابتن محمد مصلحي وما بين اللعيبه الخبرات وما بين الشباب. في جو كبير جدا من السبورت والدعم جوه الملعب للعيبه، اي حد لا قدر الله بيغلط او كده كلنا يعني كلهم عادي وبتاع، فدي حاجات دي نفسيه بتفرق معاهم جدا يعني. فببارك لهم وبقول لهم طبعا هم دايما عند حسن الظن، فان شاء الله ان شاء الله نبارك لهم فيرجعوا بالسلامه. احنا ورا فرقنا في كل المناسبات وفي كل الايفنتات. امبارح كنا مع فريق الباسكت بول في نهائي كاس الباسكت بول، وبقول لهم هارد لك، مفيش مشكله خالص، تتعوض في اللي جاي. فرقتنا فرقه كبيره وعندنا ثقه كبيره فيهم، ودي الرياضه. النهارده ورا فريق الفولي بول، ده يعني احنا تعودنا دايما على كده، وده السبورت اللي هم يستاهلوه مننا، وهم ما شاء الله الحمد لله يعني ما بيخيبوش ظننا ابدا يعني.